تجمع معايا على لندن. شو؟ بديك تجي معي على لندن. كيف تعرفي لازم كون معك بلندن؟ ما بعرف بس بحس. لا عن جد كيف تعرفي انه لازم نكون سوا بلندن؟ بعرف بس عن جد حاسه بهالشيء. انت اكيد من قرارك؟ ايه اكيد. جنى هيدي خطوه كثير كبيره. تخيلي انه نحن هلا جمعة الجاي بلندن بس فجأة تكتشفي شي فيه ما يعجبك وتصيري تقولي عم شو هالغلطة اللي غلطتها أنا؟ ما فيك تتراجعي بهيك موضوع. أنا بلندن هلا مع شخص ما بقى بده إياني وهالآن بلندن مع شخص ما بقى بده إياني وندمان على قراري. شو عم تحكي أنت؟ شو ندمان؟ يعني أنا ما بدي أتراجع، أنا بس بدي نكون سوا بلندن. بدي تجي معي على لندن. ما رح روح على لندن. وليه بقى؟ أول شيء لأنه أنا بشتغل هون وعايش هون. ليك إذا ما بتحبني فيك تقلي هلا. ما عم بقول ما بحبك. من شو خيفالك؟ شو قصدك من شو خيفان؟ إنه شو اللي بخليك ما تجي معي على لندن؟ شو مخوفك؟ ترجع تقلي من شو خايف؟ أنا رح أقول لك من شو خايف. خيفان هيك تظهر من هذا العالم الصغير الآمن يلي ما حدا بيتحداك فيه يلي انت بتسترجي حتى تطلع منه. ما تحكيني عن عالمي جنى، انت الخايف، انت بدك تظهري مع واحد ما بعرف من وين وتتجوزيه. والله انا هيك فكر فيي انت. اي واحد مرت من هونيك جامعه مهمه بكره اهلك بيوقفوا لك عليه وبتصيري قاعده انت والبوطه الهاي كلاس وتطقوا حنك. والله شو؟ هالمصريات انا وردتهم وقتها كان عمري 13 سنه لما مبيي مات. على ليلي عندك انا. خلص بقى لك خلص لك هالمصريات عبء علي. لك انا كل يوم بفيق الصبح بقول يا ريت فيي رجع كل شيء ما بدي شيء. لك انا مستعده حتى انه كل هالمصريات اعطيهم مقابل قضي نهار واحد مع بيي بس الحياه بتكفي. فما تقلب علي هلا انت الخيفان مش انا. يلي على الوخطه من شو انا خيفان؟ انت خيفان، خيفان مني، خيفان انه انا بطل حبك. على القليلة أنا عندي الجرأة، عندي الجرأة إنه جرب نعطي علاقتنا فرصة، مش خايفة مثلك، عندي الجرأة. طلعت أنا من الجري هلأ. على القليلة أنا صادقة معك. صادقة بكل شيء، ما خبيت عنك شيء. ايه؟ عن شو بدك تعرفي؟ عن اخوتك ال 12. ما عندي ولا هي بدك تعرفي عنه. بدك تعرفي انه انا يتيم معطر. بدك تسمعي عن هذا الموضوع؟ بس انا عن جد ما كنت بعرف عن هذا الشيء. ما بدك تعرفي عن هذا الموضوع اصلا. بلا بدي اعرف. جنى ما بدك تعرفي كيف كيف طفوا فيي السواقير بجسمي لما كنت ولد صغير. جنى هيدي مش اثار عمليه جراحيه. ما بدك تعرفي عن هذا الموضوع. بدك تسمع عن هذا القرف؟ ايه ما فكرت ولا مره انه انا معقول ساعدك. ما فكرت انه انا وياك سوا كرمال هيدا الشيء نوقف حد بعض؟ جانا جبتيني لهون لتقولي بدك تساعديني وتخلصيني؟ هل بدك تعملي معي؟ ليش مكتوب شيء على ظهري؟ ساعدوني؟ يا عمي خلص انا ما بدي خلصك. ولك انا بحبك، ولك انا بحبك. بس جانا بس ما تساعديني. بتعرف شو؟ انا بس بدي اسمع كلمة وحدة. كلمة وحدة اللي ما بحبك وخلص، ابقى بسأل ولا سؤال وبختفي من حياتك. أنا ما بحبك.